عسلامة، مرحبا بكم الناس كل، معكم شيف وفيق. مش نعملوا وصفة استرجاع قوة. شنية هي؟ هامور مع شوية جنرية ارتيشوك وشامبينيون. بنينا ياسر، توا نشوفوها. نسخنوا زيت في الطنجرة، نزيدوا البصل ونحطوا الشامبينيون ونزيدوا الهامور والكوري والبلاك بيبر والصلت والثوم الملحي، ونزيدوا الارتيشوك اللي هو الارتيشوكي والطماطم المقصوصة مربعات والمعدنوس، وتحرك كل شيء حتى يطيب. تقدم الطبق هذا مع رز أبيض. كما قلت لكم، وصفة متاع ريكوبيراسيون، متاع استرجاع قوة. الهامور والشامبينيون والارتيشوك بنينة برشا كالعادة. طيبوا وتفنوا واستحفظوا على صحتكم. كان معكم شيف وفيق. باي باي.